إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنقوم بتشغيل، سأريكم ثغرة التي لم يشاهدها أصحاب اليوتيوب. وهذا البرنامج هو يستيربو، لا تذهبوا إلى بلاي ليست وتقوم بتحميله، لن يشتغل معكم إخواني. وهذا يعني كلام مني، يعني لا يعني أصدقكم القول أنه لن يشتغل معكم يا إخواني. لن تتعبوا أنفسكم، لا تتعبوا أنفسكم إخواني في الله. ستجدون الرابط إن شاء الله بإذن الله في صندوق الوصف لهذا الرابط. وعلى فكرة يجب عليكم تثبيت برنامج اسمه ميجا. هذا البرنامج هو أيضا نوع من المتصفحين، يقرأ أبيكا، نوع فيديو أو برامج أبيكا. لهذا أنصحكم بتثبيت أبيكا، يعني تذهبوا إلى بلاي ليست بلاي جوجل بلاي وتقوموا بتحميل برنامج ميجا. أو إذا لم تريدون ذلك فقوموا فقط بالضغط على هذا البرنامج بعد تحميله، سيطلب منكم هو أيضا. ستجدون هناك على اليمين علامة بالأحمر قرب تحميل، ستجدون أنه يطلب منكم بتحميل ميجا، لأنه هو الذي يقرأ هذه الخاصية كيف يقسم الفيديوهات ويقسم، لأنه هو الذي يقوم بقراءة هذا البرنامج. لا تتعبوا أنفسكم بالذهاب إلى بلاي ستور بتحميل يو إس تيربو، لأنه هو الذي سوف نشتغل عليه الآن. إذا لاحظتم هناك ثلاث في المربع أسفل الشاشة على اليمين، هذه على فكرة قناتي الخاصة، سأريكم كيف فعلت هذا. نضغط على هذا المربع، هناك ثلاثة فيديوهات، يعني هناك هذا الأول، فيديو الأول يشتغل معي وأقوم بتصغير، وأذهب إلى الفيديو الثاني وأقوم بإعادة تشغيله لأن انقطعت عني يعني صبيب الإنترنت لهذا السبب. إذا سمعتم ستجدون أصوات مترددة. هناك الفيديو الثاني، هذا يشتغل معي، وهذا أيضا يشتغل، وهذا أيضا يشتغل معي. ثلاث فيديوهات، ممكن أضع أكثر من ذلك، 24 أو 50 على حسب يعني هاتفكم وصبيب إنترنت. أنصحكم لا تكثر من العدد، يعني 20 يكفي، 20 في الهاتف الأول و20 في الهاتف الثاني، يعني فيديو لصديق لكم مثلا، 20 هنا و20 هنا أو 4 أو أكثر لا يهم، يعني 5 فيديوهات ما عندكم مشكل. فقط قوموا بتثبيت هذا البرنامج يو إس تيربو، ولكن لن يشتغل معكم غير هكذا. قوموا بالدخول إلى الرابط، الله يخليكم يا إخوة، لن يشتغل معكم. ستجدون يعني موديل 2020 2021 وآخر تحديث، ولكن لن يشتغل معكم، صدقوني إخواني، لأني جربت هذا بنفسي. سأزيد يعني هذه هي شاشة البرنامج عندما تشغلونه. أول شيء ينبثق يعني لكم هذا الشكل، نضغط على يوتيوب بهذا الشكل. على فكرة يجب عليكم وضع رابط قناتكم، هذه إشهارات، يعني إذا لاحظتم أسفل الشاشة هناك 4، سنضع في أعلى الشاشة، نضغط على بحث ريسيرش في اليوتيوب الفوق، سأضع هنا رابط قناتي وتنبثق جميع قنواتي هنا، يعني فيديوهاتي كلها هنا. إذا لاحظتم هناك ثلاث جمل، هذا رابط قناتي لأني قمت بتثبيته قبل. إذا وضعته في الأول سوف يبقى دائما يظهر لك هكذا، تضعه كرشرش يعني بحث، سيعطيني يدخلني إلى قناتي. هذا هو قناتي على شكل دائرة فيها شاحنة، نضغط على هذا. وأنصحكم بالدخول إلى بلاي ليست، هذه هي الطريقة الأولى والصحيحة، ولن تروها في أي فيديو أو شخص يشرح لكم بهذه الطريقة. اضغطون على بلاي ليست، سوف أريكم كيف ظهرت هذه الفيديوهات بهذا الشكل. إذا سمعتم الفيديوهات التي تركتها ما زالت مشتغلة لوحدها بدون أن ألمس شيء، فقط اسمحوا لي، هناك يعني تأخر يعني بسبب يعني صبيب الانترنت هذه الايام كان فيه مشكل.
هي الآن لا تدخلوا على فيديو هكذا، أنصحكم بالدخول إلى بلاي ليست، لأن إذا دخلتم إلى فيديو دي مباشر هكذا، يعني اخترتهم وأنت تشغلوا هكذا، سوف عندما ينتهي سوف يقوم بتشغيل فيديوهات أخرى لقنوات أخرى. هذه هي قناتي على فكرة، قناتي الخاصة، أنصحكم بالدخول إلى بلاي ليست. بلاي ليست إذا اخترتم فيديو من بلاي ليست، وأنصحكم بتسجيل جميع فيديوهاتكم في بلاي ليست. سأذهب إلى فيديوهاتي مثلا هذا، قوم بالضغط عليه مرتين حتى ينبثق بهذا الشكل، وأضغط على دائرة يوتيوب. سأريكم خاصية، إذا لاحظتم أن الشاشة فوق يعني تريد التحميل، ولكن للأسفل الشاشة تجدون نفس الفيديو. هذه هي الميزة التي أريدكم أن تستفيدوا منها، أن الفيديو عندما ينتهي لن يذهب إلى قناة أخرى، لا، يعني حسب الترتيب سيذهب إلى القناة أو الفيديو الثاني الذي يتبع هذه الفيديو في الترتيب. لهذا أنصحكم باستعمال بلاي ليست. عندما ينتهي هذا الفيديو في الدقائق الأخيرة، عندما ينتهي يعني كله يعني مشاهدة، سوف يقوم بإعادة تدوير، يعني لتشغيل نفس الفيديو الذي تركت، هو نفسه بنفسه سيعود يشغل نفسه بنفسه بدون أن ألمس شيء. وهكذا جميع الفيديوهات تقوم له بهذا الشكل. نضغط على مربع هذا المربع في الأسفل الشاشة، إذا لاحظتم أربعة، يعني أربع فيديوهات تشغال الآن معي. سأقوم بإعادة زيادة فيديو آخر، أصبحت لدي أربع فيديوهات كلها شغالة، وكلها نتصفحها الآن يسمى المتصفح الخفي. هذه الميزة تسمى المتصفح الخفي أو لانافيغاتور كاشي، يعني بالفرنسية، يعني هذه سمعتم، هناك شخص يتكلم بالفرنسي وشخص آخر يتكلم بالعربية، فيديوهات يعني عدة فيديوهات تشتغل في نفس اللحظة، وتستفيدون من نسبة المشاهدة والدقائق. وهذه الميزة، وأنا أقول لكم وأنا متأكد لن تجدوها في أي فيديو شخص يصح بهذه الطريقة. إذا لاحظتم هناك ربع فيديوهات تشتغل معنا، ممكن أزيد عن ذلك، ممكن يعني تشتغل على انستغرام، ممكن تشتغل على الفيسبوك، أنت واختيارك. ولكن الآن كثير منا يريد يعني زيادة عدد نسبة المشاهدات، لهذا قمت فقط شرح اليوتيوب. هذا هو البرنامج الذي ينبثق معنا. على فكرة أول شيء يعني بعد ما تثبتون هذا البرنامج، كان علي أن أقول لكم في الأول، هذا الشخص اللي شكله دائري ك أنكلو مكتوب عليه أنكونيتو، نضغط عليه بهذا الشكل حتى يصبح بالعلامة الزرقاء هكذا في الأسفل الشاشة للتصفح الذكي الخفي عفوا. الآن إذا لاحظتم على اليمين أسفل الشاشة، سوف أتصفح شاشة هاتف، يعني سوف يقوم بتشغيل خاصية المتصفح الخفي. دائما عندما تريدون قبل أن تقوم بتشغيل هذه الفيديوهات يعني كلها في نفس الوقت، قوم بالضغط على هذا الشكل، هذا هو اللون بالأزرق أسفل الشاشة إذا لاحظتم معي. قبل أن يعني تشغيل هذا الفيديو، نسيت أن أقول لكم في الأول، هذه الخاصية تضغطون عليها هكذا لتتصفح الخفي، المتصفح الخفي. والسلام عليكم. إذا لاحظتم هناك خمسة فيديوهات على اليسار يعني شغالة الآن معي، إذا دخلت هكذا ستجد خمس فيديوهات تشتغل معي الآن، قمت بتشغيل خمسة فيديوهات، يعني أربعة عفوا أربعة، الخامسة فقط هي الشاشة للبرنامج. ممكن أضع 20 30 40، ما عندي مشكل. وهذه خاصية ممكن تستعملها يعني في الفيسبوك، أو إذا عندك فيديوهات على الفيسبوك يعني تريد أرفع من نسبة المشاهدة، أو الانستغرام، أو لا أدري، أنتم واختياركم، أنتم تحطم كل شيء بأم أعينكم. وهناك علامة في، إذا أردتم يعني غلق هذه الفيديوهات فممكن إعادة غلقها. هذا لاحظتم هذا شغال، هذا معي شغال، هذا أيضا معي شغال، وهذا معي أيضا فيديو آخر شغال. خمس فيديوهات أربع فيديوهات، والرابعة فقط هو للبرنامج، الخامسة يعني عفوا فوق هي للبرنامج، ممكن أضغط عليها وأغلقها هكذا. إذا أردت فيديو آخر أضغط فقط كما أريتكم
على الزائد وأذهب إلى بلاي ليست، لا أذهب إلى، أنا أريتكم الطريق. والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وتحياتي للجميع، وأتمنى إن شاء الله أن نلتقي عن قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا تذهبوا، لا أنصحكم بالذهاب إلى بلاي ليست، لن يشتغل معكم وسوف تضيعون الوقت، لهذا سوف تجدون رابط هذا البرنامج. وأقول لكم وأعيد، يجب عليكم أيضا تثبيت قبل هذا، تثبيت إذا كان عندكم ميجا، يعني هو نوع من المتصفحات، فما عندكم مشكلة، فقط قم بتثبيت يو اس تيربو من هذا الرابط، سوف يقوم بتشغيل نفسه كما تلاحظون كما معي، سوف أقوم بهذه العملية التي قمت بها بالأول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، سوف نقوم بإغلاق هذه.